علاقتكم بقى لخبر برضو لذيذ. بصوا يا جماعه، انا بشوف اصحابي يقولوا لي ايه، انا رايح اعمل، انا حجزت مساج النهارده، انا جسمي وجعني ومحتاج اعمل مساج، او انا او لو راجل يعني انا محتاج، انا مرهق ومتوتر وحجزت مساج. انا لا يمكن اعمل كده. انا ساعات في ناس بتعرض عليا يعني اوتيلات سباهات مش عارفه ايه، انه يعملوا لي زي فاوتشر كادو، ما اروحش. ليه؟ ما بحبش المساج ده ابدا يا اختي. ليه؟ دمه تقيل على قلبي بشكل جدا. ده لذيذ قوي يا هادي. فكره ان حد بيعمل لي مساج فكره بتضايقني، ما بحبهاش غريب خالص نهائي. وحاولت ما بحبش حد يمسك يعني ما بحبش ما بحبش الاحساس ده. فللناس اللي زيي، واضح ان اللي زيي كتير يعني، واضح ان مش انا لوحدي، لان اخترعوا طاوله مساج بالرابط، ترابيزه مساج اسمها مساج روبوتكس. ايه ده بقى؟ ده في معرض للالكترونيات الاستهلاكيه سنه 2022، يعني اللي هو المعرض لسه هيجي هيعرضوا فيه الاختراع الجديد ده. هو ترابيزه، واللي بيعمل لك مساج روبوت. انت بتدخل، بتقول انت عايز ايه نوع المساج، هل انت المسكو. مثلا ايه هاي المسكو بس فوق اللبس يعني، لا وجهاز وفوق يعني مش عارف فوق اللبس ولا ده. بس فكره اللي هو اللي يقول لك الكرسي. أيوة. هو نفسه مساج صح؟ لا بس ده لا ده دراع بجد، ده بقى الطاولة بقى وبيدوس على حتة يعني. انت بتدخل على البروجرام بتاعه وبيقول لك، هو كمان بيقول لك ايه، بيقول لك الروبوت ده ظبط لي العصعوصة، ظبط لي كده السمانة، والنبي زود على السمانة. لا بيقول لك ان الروبوت ده له ايدين عشان يفهم الاوامر، وعنده شبكة عصبية بتستجيب لطلبات المستخدم. فانت ممكن تقول انا عندي مشكله مثلا في اللور باك او في منطقه القطنيه، فيعمل لك نوع من المساج اللي هو علاجي. او مثلا عندي ارهاق عام، فيعمل لك مساج او سوفت مساج لفك العضلات او سوفت مساج. بس دي نتيجه طبيعيه يا جماعه بعد الكورونا، يعني دي نتيجه طبيعيه لتقليل الاحتكاك ما بين بشر وبشر برضو. لا هي نتيجه طبيعيه للتكنولوجيا، والتكنولوجيا لا مهنه قايمه على التلامس، وان يعني هيبقى في احتكاك مباشر وواضح وصريح. اعتقد انه هنشوف كتير بقى من التدخل التكنولوجي في الحته اللي زي بس دي. بس افرضي واحنا تحت الطاوله بتاع الجهاز ايه على الظهر، والكهرباء قطعت مثلا او البطاريه فصلت، يبدا القافش عليك بقى. يبقى جنريتور بقى يشتغل. في تلامس أيوه. بس انا مثلا مش وحشه اللي ممكن اعمل المساج. فكره مش وحشه. انا احب ده، وممكن ناخده معانا البيت. ما هو انت بعد شويه هيبقى عندنا بقى في البيت بورتبل. تخيل هيبقى بورتبل، هتبقى دي بتتطبق وبتتفرد، والرابط ده صغنن قد كده، وبريموت كنترول، وبرده هنحس بالملل. وبرده هنحس. شوف ده احنا زهقنا من الفكره من بعد ما قريناها وفكرنا في تطويرها. لا احنا الله يكون في عوننا، الله يكون في عوننا بجد. مش عايز اقول احنا زهقنا. حلقه لا هي حلقه حلوه. واتش ات.